الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يثمن شراكة الواعدة لعشائر شمر في صلاح الدين بانتخابات مجالس المحافظات. ضمن توقيتات الاجتماع الحاسم إقرار الموازنة قبل نهاية الأسبوع، ومراقبون يؤشرون استغلالها لمحاصرة مشروع السوداني. الشركات النفطية تعمق جراح العراقيين في هدر المياه ومصادر الجفاف، ومقتل الشيخ الهرم بقصف مخابئ داعش في حمرين. وخطة من 4 محاور لتجفيف منابع النزاعات العشائرية، ولسعات النحل الجائع تمنع أهالي الناصرية من تناول الشاي.